تسابق قرى حياة كريمة بمحافظة الدقهلية الزمن للانتهاء من مشروعات تطويرها ضمن هذا المشروع القومي الذي يهدف للارتقاء بحياة أهالي قرى الريف المصرية. فهذه قرية بساط كريم الدين، إحدى قرى المحافظة والتي تم الانتهاء فيها من مشروعات مجمع الخدمات والمجمع الزراعي ومركز الشباب، فضلاً عن مشروعات البنية التحتية. المبادرة بتمثل نقلة نوعية كبيرة جداً في حياتنا وفي حياة الريف، والريف كمان بيمثل قاطرة التنمية الفعلية للاقتصاد المصري في حالة النهوض به، وهذه المشروعات كلها تعتبر بنية أساسية تحتية بتساهم بشكل مباشر في عملية مشاريع التنمية المستدامة. احنا الحمد لله داخلين على انجازات جميلة جدا هتفيد البلد، واحسن حاجة عملها السيد الرئيس الحمد لله عمل لنا شوية انجازات حلوة في البلد ما كناش نحلم بها اساسا. دخل لنا كهرباء ودخل لنا صرفة ودخل لنا حاجات حلوة كتير، وفي تغيير والحتة بتتمد يعني. وهذه قرية الحصاص والتي تجددت ملامحها بمشروعات عدة، مثل تطوير مدرستين وبناء وحدة طب أسرة ومجمع خدمات ومجمع زراعي، فضلا عن الانتهاء من 3 كيلومتر من مشروع تبطين الترع. والله حاجة جميلة جدا ان الحاجات دي موجودة في البلد. كنا اول بنركب ونروح شربين وكان في زحمة، انما في البلد جنبنا خطوتين بنعمل المشاريع اللي احنا عايزينها، اي حاجة بنحتاجها، وخاصة احنا في الوحدة الصحية دلوقتي اي حد تعبان مجهزة بجميع الاجهزة، فحاجة على المستوى. وبنشكر سيادة الرئيس فتحي السيسي على الحاجات دي كلها. والله المبادرة اللي سيادة الرئيس اطلقها مبادرة حياة كريمة دي كنا نتمناها من ايام ابهاتنا، لان دي حاجة انجازات ما شفناهاش على مر التاريخ. انا سن 66 سنة ما شفت الحاجات دي في حياتي. والله اللي حصل في القرية ما كانش هيحصل لا قبل 100 سنة ولا بعد 100 سنة، اللي حصل في عدة شهور كان حلم بالنسبة لأهل القرية. وتعد محافظة الدقهلية الثانية على مستوى الجمهورية من حيث نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة، والتي تبلغ 433 مشروع في 26 قرية بالمحافظة.